نحكي شويه الاتوال. في الاتوال النجم الرياضي الساحلي حمزه الاحمر يتراجع عن موقفه. شنو اللي صار عمار بالضبط فيما يخص التسويه والخلاف بين حمزه الاحمر والنجم الساحلي؟ والله يتقابل حمزه الاحمر مع رئيس النجم الرياضي الساحلي سيد عثمان جنيح، كيف كان في الواسطه معناها زبير بيا، كان معناها او كنشوفوا ديجا ستوري، كان معناها يفضل الاشكال والنزاع الكبير، وتم فض المشكله هذه بما انه الملاعب يقبل على الدفعتين. معناها قداش المبلغ الاجمالي؟ شوف هو فما نسمع في بعض الناس تحكي على مبلغ، واحد يقول لك مليار و200 والاخر مليار و300. المبلغ الجملي اللي لازم تخلصوا الاتوال 6 مليارات و240 مليون. شكون؟ الملاعبيه ياسين شيخاوي 900 مليون، اللي هو الشيخاوي نعرفوه اللي هو يقود الحمله هذه، نتكلم في الملاعبيه معناها باش يطيحوا السوم اللي هو براتيكمون تنزل عليهم 900 مليون. تنزل عليهم وكل 900 مليون نزل عليهم، معناها الشيخاوي ما عندوش مشكله معناها مع النجم الرياضي الساحلي، وهو معناها ديجا قال لهم وقت اللي فما طيح 50% وقال لهم وقت اللي فما وقت اللي ترجع الاتوال كما كانت خلصوني ما عنديش مشكله. باهي عندك ياسين شيخاوي 900 مليون، عندك امين بن عمر مليار و900، عندك إيهاب المساكني 970 مليون، صدام بن عزيزة 700 مليون، حمزة الأحمر 500 مليون، عمار الجمل 275 مليون. هو مش يقول لك يسمي وما يسميش هذا. أيمن الصفاقسي 170 مليون، محمد المثنيني 130 مليون، الحناشي 130 مليون، علي البريقي 100 مليون، أشرف كرير 70 مليون، وحازم حاج حسن 140 مليون. به انت توا عمار سمحت في فلوسك ولا يعني باش نقول لك هوني سمحت اللي ناكدوا لك انه ما عنديش فكره انه الاشكال الوحيد اللي مازال هو خليتهم العشيه معناها مع ايهاب المساكني، ما نعرفش الجلسه وين وصلت، ولكن الملاعبيه الكل تفضلت مع المشاكل. ما زلت فما تقسيم بيان سور باش يعطيك 30% ولا 50% من الاول، ولكن انت قداش بالمية خديت؟ تتلوج عليا انا يا بكيت انت بحذاه يا اخي تتلوج عليا انا ما انت بحذاه يا عمار هذاك ما خذيتش يا خويا ناخذ 30% ما خذيتش انا خذيت 30% يا عمار لاكور لاكور انا ما خذيتش صار اتفاق انك باش تاخذ 30% صح في ورقه عليه تحرج فيه بربي لا علاش ما فيهش احراج معناتها عليه حقني توريت كان خبيت اسمي ريت والله سميت في روحي لا كان ما خبيت عمار والله اغزر شو اللي عرفتو يا فهمي ما عرفتش اللي احنا حكينا فيه الموضوع من اليوم الصباح ونعرفوا عمار قداش نازل لا حكيت لك انا اعطيتك كل الاشكال الوحيد في النجم الرياضي الساحلي انه مازال ايهاب الزوالي فاهم مسكين عمار لا ايهاب المساكني خليته يتفاهم معناها العشيه ما نعرفش وين وصلت مع إيه فما مبالغ بالمليار شوف اللي ناكدوا لك هما 6 مليارات الاتوال الماكسيموم تنجم تجيب وهذا معناها من مصادر موثوقه الاتوال تنجم تجيب من 6 مليارات هذوما نحكي لهم 2 مليارات